إبليس في يوم من الأيام رأى رجلا يرقد تحت جدار بيت، تحت حائط، فاقترب منه فوجده غارقا في النعاس، فربط على كتفه وقال له: قم يا عبد الله. فاستيقظ الرجل: قم يا عبد الله، فإن هذا الجدار الذي ترقد تحته سينقض، سينهدم في الحال. فهرول الرجل مسرعا وابتعد. إبليس جاءه في صورة شيخ معمم، كأنه سيد من سادات الصحراء، لحظة وانهدم الجدار، سقط. ففرح الرجل: ياه، كدت أهلك، كان بيني وبين الموت لحظة ثانية، لولا هذا الرجل الطيب المبارك. ما اسمك يا أخي؟ قال: اسمي إبليس. إبليس؟ قال: نعم. قال: ومنذ متى وأنت تعمل الخير يا إبليس؟ قال: أي خير رأيته مني؟ قال: ألم تنقذ عمري؟ ألم تنقذ حياتي؟ كنت غارقا في نومي، ولولاك لتهدم الجدار علي، فأصبحت في عداد الموت. قال: لا، عمرك لا يشغلني وحياتك لا تهمني، إنما أنا فعلت ما فعلت لأني خفت أن تموت شهيدا. الأمر ظاهره طيب، كأن الرجل أحسن إلى الرجل.